ضمن برامجه الخاصة بعيد الغدير الأغر، أقام مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة مؤتمر الغدير القرآني الدولي الافتراضي بمشاركة متميزة لنخبة من الباحثين والعلماء من أديان وبلدان وطوائف مختلفة. جاء هذا المؤتمر لتسليط الضوء على واقعة الغدير عن طريق ما جاءت به آيات القرآن الكريم وتفسيره وخروج بتوصيات الأساتذة الباحثين والمشاركة والمنظمين. أبو حسن علي له في الحرب منزلة تهاب. أقامت العتبة العلوية المقدسة مجموعة برامج قرآنية متمثلة بمحفل قرآني دولي وكذلك مسابقة قرآنية وطنية لطالبات مركز القرآن الكريم في شعبة دار القرآن الكريم النسوية، وأيضا مسابقة لمنسوبات العتبة العلوية المقدسة كتبية، والمؤتمر الدولي الافتراضي الموسوم الغدير في القرآن الكريم. واستضفنا من خلال هذا المؤتمر مجموعة باحثين من داخل العراق وخارجه. تقيم الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة مركز القرآن الكريم مؤتمر الغدير الدولي بمشاركة عدة باحثين من دول مختلفة ومن ديانات مختلفة. يتناول هذا المؤتمر ويسلط الضوء على سيرة الإمام علي سلام الله عليه، على حادثة الغدير قرآنيا، يتناول آيات القرآنية التي وردت في ذكر هذه الحادثة في القرآن الكريم وتناول الجانب التفسيري في ذلك، وكذلك الآيات التي جسدت الإمام علي سلام الله عليه وتجسد الإمام علي سلام الله عليه بأفعاله وفي حكمه وفي سيرته. كون هذه المناسبة تمثل الامتداد الطبيعي للرسالة الخاتمة، وبالمحصلة هي الامتداد الطبيعي لرسالات السماء بشكل عام.